أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة فلينظر الإنسان مما خلق خلق فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن وداوينا بالقرآن وحصنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن، يمن كتابه بالقرآن، يسر حسابه بالقرآن، وسع مدخله بالقرآن، لقنهم حجته بالقرآن، جافي الأرض عن جنوبهم بالقرآن، ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن، أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن. يا حنان يا منان يا ذا الكون والإنعام يا ذا الجود والإحسان، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا
شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.